المعروف عن اليوجا غير انها رياضة ممتعة جدا، هي كمان علاج للروح والجسد. كمان ممارسة اليوجا بتحمينا وبتحمي جسمنا وبتخلينا نحس يمكن بمرونة اكتر كتير في عضلات جسمنا، غير انها بتخفف من الام كتير زي الام الظهر، بتنشط الدورة الدموية، بتنظم ضربات القلب والتنفس. بنبقى في سيشن اليوجا بنحس بهدوء وباسترخاء يخلينا ريلاكست كده لأطول فترة ممكنة. هنعرف كل ده بالتفصيل وأهمية اليوجا في علاجات بقى مختلفة وفوائد اليوجا مع ضيفتنا الجميلة ومدربة وخبيرة اليوجا المعتمدة دوليا رانيا زيان. برحب بيكي معانا. أهلا رانيا. رانيا، اليوجا حاجة ممتعة، وخلي بالك كمان دلوقتي في مصر بقت اليوجا منتشرة جدا جدا، وستات ورجالة كمان كتير قوي قوي بيمارسوها. هو اليوجا مفيدة لينا عضويا وجسديا ولا منتلي وروحانيا؟ هي طبعا أحب أوضح الأول أن ممارسة اليوجا بشكل عام هي بتحسن من الصحة العامة للإنسان على المستوى الجسدي وعلى المستوى العقلي وعلى المستوى الطاقي. فلو احنا هنتكلم عن اليوجا كعلاج او اللي بنسميها يوجا علاجية، دي بتكون ممكن نعرفها ان احنا بنستخدم بنطبق تقنيات من اليوجا بشكل معين عشان تخدم حالات معينة. اوكي، يعني مش السيشنز العادية، مش مثلا الهاتا يوجا الباور يوجا، مش النوعيات دي. أنا ده اللي بقوله حضرتك، إن ممارسة اليوجا بشكل عام هي بتحسن الصحة. عندنا عايزين نعالج حاجات معينة، احنا بنروح بقى لحاجة بنمارسها بأسلوب معين بحيث إن هي تخدم الحالة دي، وفي الحالة دي بتكون المدربة عارفة الحالة بالظبط، عندها على دراية بالهيستوري بتاع الحالة، لأن هي كيس يوجا علاجية يوجا، وفي نفس الوقت هي بتكون فردية. لو حاجة نتكلم على المستوى الجسدي بتكون اليوجا النوع ده من اليوجا بيكون فردي، لأنه هو الحالة خاصة بالظبط، مش جماعة بيعملوا يوجا مع بعض. ولكن لو بنشتغل على العقل، حاجة ليها علاقة بقى بالنفسية أو بالعقل، حاجة أحد الناس جروب أوف بيبل أو مجموعة من الناس عايزين يشتغلوا على الصفاء الذهني، يقللوا التوتر والقلق والضغوط النفسية والعصبية، في الحالة دي ممكن نمارسها بصورة جماعية. طيب، هو اليوجا ممكن تعالج ايه فيزيكالي من الأمراض؟ طب لو هنتكلم على الفيزيكال بودي، احنا ممكن نقسمها لحاجتين، نتكلم على العضلات، المفاصل، الأنسجة وهكذا، والحاجة التانية اللي هي الأعضاء الداخلية للجسم. ازاي بتشتغل أو بتساعد على صحة العضلات والأنسجة والمفاصل؟ احنا عندنا التمارين اللي فيها تقوية للعضلات. أوكي. فلما بنقوي عضلات جسمنا بيحصل ايه؟ هي اللي بتشيل المفاصل طبعا. لو حد ركبه بتوجعه دايما الدكتور بيعمل له تمارين على عضله الفخذ علشان تقدر كده تشيل. وده فعلا اللي حصل معايا بالفعل يا استاذه دينا، ان انا فعلا كان عندي قطع في غضروف ركبتي، وفعلا لما قويت العضلات اللي حوالين الركبه بدات ان انا في وضعات كتير ما كنتش بقدر اعملها بقيت بدأت اقدر اعملها. الحمد لله. باليوجا ولا بالتمارين والأحمال؟ باليوجا بس. باليوجا. باليوجا بس. رانيا، احنا هنشوف دلوقتي مجموعة من البازز اللي بتاعت اليوجا، وكل حاجة هل دي علاجية ولا دي يعني الصور اللي هنشوفها هل هي كلها علاجية ولا نفسية وروحية ورياضية؟ اوكي. دي نبدأ بقى. الصور بصراحة في الحقيقة احنا لما بنتصور الانستجرام، انا مش عايزة الناس تشوف الانستجرام وتتعقد، لان ده بيبقى اكتر. برافو عليكي. انا كنت ازاي هعمل اللونج كار ده؟ لا، ما انا مش بدخل الكلاس اقول لهم يلا نعمل سبليت نفتح 180 درجة. هي تدرج، ومش مهم خالص ان انا اوصل لهذه المرحلة خالص، بالعكس احنا بناخد الموضوع شويه شويه. ممكن توصلي للمستوى ده؟ ممكن طبعا. طبعا اللي بيمارس اليوجا باستمرار بيوصل لمستويات اعلى من كده كمان. بالظبط كده، فهي ممارسه مش اعلى، يعني قصدي زي كده. لا لا، وممكن توصلي اعلى كمان، كل حد حسب كمان مرونه جسمه لكن دي بوزات رياضيه مش كده ولا علاجيه؟ لا، هي رياضية وفي نفس الوقت علاجية، لأن هي فيها هو أنا ما وصلتش لهنا من غير ما عدي بمراحل فيها حاجات بتعتبر علاجية. أوكي. البوزز البسيطة هي اللي
عالج، وفي نفس الوقت مع الوقت مع التمرين بتوصلك لهذا المستوى من التحكم في العضلات والمرونة والقوة. اليوجا بتعتمد على وزن الجسم كأحمال، وفي البعض بيستخدم معاها بعض الأحمال. ليه اليوجا مختلفة عن مثلا شيل الحديد؟ ليه اليوجا مختلفة عن بعض الرياضات التانية اللي ممكن تعمل ستريس على عضلات برضو؟ ليه مختلفة عن الاسترتشات العادية؟ هي اليوجا طبعا زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، هي بتشتغل بنستعمل وزن جسمنا عشان نبني عضلات. يعني في arm balances، في اوقات بنقف بنركز على ايدينا، ممكن نقف على ايدينا صح باشكال مختلفة. فاليوجا الفرق بينها وبين اي رياضة تانية ان هي بتشتغل على العقل مع الجسد، وبيبقى عندنا تمارين لتقوية العضلات، وفي نفس الوقت بنعمل معاها تمارين تمدد. الأهم من كل ده هو النفس، هو النفس في اليوجا هو سر إيه كل حاجة. أهميته يا رانيا؟ يعني ليه بالذات اليوجا يعني نفس؟ يعني عدات جوه مخنا تدخيل اللي هو شهيق وزفير. هو حاجات كتيرة جدا، هو النفس هو فعلا زي ما حضرتك قلتي، هي اليوجا هي النفس. أنا بقول للناس عندي في الكلاس لو مش بتتنفس بقول اعتبر إنك بتعمل أي حاجة تانية غير اليوجا. غير اليوجا بالظبط. فالنفس أول حاجة هي اللي بتعمل البودي مايند كونكشن، هي اللي بتوصل الحركة الجسدية بالعقل. إحنا النفس ده هو اللي بيهدينا نفسيا، لأن هو بيعمل سويتش للجهاز العصبي من السيمباثيتك نيرفس سيستم او الجهاز العصبي السيمباثاوي للباراسيمباثيتك نيرفس سيستم، اللي هو بتاع ايه؟ بتاع ريست اند دايجست. احنا شغالين ايه؟ شغالين بالسيمباثيتك اللي هو بتاع ايه؟ فايت اور فلايت، انا هتخانق ولا هجري. ايوه بالظبط، لان احنا هو ما عندناش تشويس غير دول. ربنا خلق العقل عشان يحمينا، بس احنا نستخدمه ازاي، ده اللي احنا بنحاول نمرن العقل ازاي نستعمله في الطريق الصح، بحيث ان هو ما يطلع لناش مخاوف غير حقيقية ونعيش في قلق وتوتر وستريس طول الوقت. طيب كمدربة يوجا انت ممكن تقولي للكلاس بتاعك ان هو يعمل حركة معينة او باوز معين، ولكن ما بتبقيش ضامنة ايه اللي جوه مخه. العقل هنا دوره ايه بالتبادل مع البوزات المختلفة لليوجا؟ طبعا احنا في اي تمرين يوجا، اي كلاس يوجا بتدخليه مظبوط، لازم يبتدي معاكي بالمديتيشن. المديتيشن مش لازم يكون التأمل بالظبط، وبنعمل حاجه اسمها المايندفولنس مديتيشن. مايندفولنس يعني ايه؟ يعني الحضور الذهني الكامل في اللحظه الحاليه. اوكي. بحيث ان انا ايه احاول اتحكم في تشتت الذهن، وكمان بعلمهم ازاي لو حصل تشتت في ذهني هتعامل مع التشتت ده ازاي، اودي الفكره ازاي بالظبط. لان هو الطبيعي ان المخ هيفضل يطلع افكار، هو مصنع افكار. فازاي انا اتحكم فيه، ده كمان تمرين عقلي. فالمايندفولنس مديتيشن تبتدي تعلمنا ان انا ازاي اكون حاضره في اللحظه، وازاي لما يحصل تشتت لذهني ازاي اتقبل ان حصل تشتت وارجع ذهني للحظه الحاليه. لكن مش بيبوظ السيشن، لا لا، بتمرن خالص ارجع نفسي للحظه. طيب اديني كده نماذج يا رانيا من اليوجا العلاجية. انا سألتك السؤال ده قبل كده بس يمكن قطعتك فهربنا من الفكرة. اتكلمنا على ان اليوجا العلاجية ممكن توظف لبعض لعلاج بعض الامراض. اتكلمنا على الركب، ايه تاني؟ في طبعا امراض اللي هي المزمنة اللي ما بيكونش ليها علاج جذري، فهي بتساعد على تخفيف الالام والاثار الجانبية او الاعراض الجانبية للامراض دي. حاجات زي الضغط العصبي، زي القولون العصبي، زي الربو، تمارين تنفس طبعا ليها علاقة بتفيد اللانجز جدا طبعا. هي فكرة اليوجا مع الأمراض دي وكمان مع تحسن وظيفة الأعضاء الداخلية، هي النفس السليم زي ما قلنا، لأن بيوصل درجة عالية من الأكسجين بتوصل إلى 5 أضعاف العادي، فبيبتدي يوصل ومع تحسين الدورة الدموية فبتدي يوصل الدم لأعضاء الجسم بصورة أحسن، فبتبتدي تأدي وظيفتها بطريقة أحسن. العقل، القلب، وأعضاء الجسم الداخلية كلها. ليه بنحس بالسعادة بعد الكلاس اليوجا؟ يعني هي بتعمل ايه ما بتعملوش؟ طبعا الرياضة عموما بتعلي الإحساس بالسعادة، لكن ليه اليوجا بالتحديد ليها أثر نفسي مباشر او فوري؟ خلينا نيجي هنا لحبايبنا الهرمونز.
اللي هم ملاصقين لينا طول عمرنا لغايه لما نموت. بالظبط كده. فهي ميزه بقى اليوجا عن اي رياضه ثانيه ان هي بتشتغل على ثلاثه هرمون وقد يكون الاربعه كمان اللي هو الدوبامين والسيروتونين والاوكسيتوسين والاندورفين. دول ايه الاربعه دول؟ طيب عندنا بقى الدوبامين ده اللي هو بتاع الاتشيفمنت، ان انا حققت حاجه، حققت انجاز. الانجاز ده بنحسه اكتر في اليوجا لان انت بتعملي حاجه عاده جديده وفي بوز بيبقى في تحدي شويه. صح. فحتى لو ما عرفتيش توصلي، طبعا احنا مش بنعقد الطلبه اللي بتجيلنا ونبتدي نعمل لهم حاجات زي اللي شفناها. لا لا لا، دي بتيجي في مراحل بنبتدي شويه شويه. فهي بتحس او هو بيحس ان لما جه التمرين انه انجز، انه عمل اتشيف، قدرت اعمل الحركه دي، فده دوبامين. حتى لو وقعت ورجعت تاني في البوز، او مش وقعت يعني طلعت منه ورجعت تاني فيه، ده بيعمل دوبامين فاير للدماغ. عندنا السيروتونين والاندورفين، هرمون السعاده. ايوه. واحد فيهم بيشتغل على الراحه بعد الحركه، ده اللي هو الاندورفين، اللي هو ايه، كانه مخدر بعد ما اتحركت ومش عارف ايه، بيفرز ايه بقى بعد ما في ريلاكسيشن في الاخر في يوجا. دايما بنعمل حاجه اسمها شافاسنا في الاخر، ده بيفرز هرمون او بيحمس او بيحفز هرمون الاندورفينز. السيروتونين ده بتاع بقى المديتيشن، اللي هو العقل بيبتدي يهدى. الاوكسيتوسين ده بقى يعني هو لو اليوجا فيها مديتيشن، فيها حب وكومباشن، ودي حاجه من الحاجات اللي اليوجا بتدعو ليها برضو. طبعا الاوكسيتوسين ده هو بتاع التلامس والحب والحاجات دي كلها. فمش ساعات في اليوجا يقول لك بقى يعني في اخر التمرين احضني نفسك. ده هرمون الاوكسيتوسين، ونطبطب على نفسنا ونطبطب على نفسنا والكلام ده كله. احنا في ست الستات واحنا كلنا مشاعر، فعايزاكي تقولي لي رانيا ايه علاقه اليوجا بالمشاعر، بالامراض النفسيه؟ كلمتيني عن الامراض العضويه ودي حاجه طبعا رائعه جدا. لكن الامراض النفسيه من اكتئاب، من مع ان الاكتئاب ده انا ضد الكلمه يعني انها حاجه كبيره يعني مرض. طبعا طبعا. لكن الاحباطات، الياس، فهماني علاقة اليوجا بالأحاسيس دي اللي بتصيب بعض الستات ايه؟ طبعا حضرتك مبدئيا بس قلتي حاجة مهمة جدا، المريض الاكتئاب الحقيقي لازم يروح للدكتور. طبعا. فاحنا بنتكلم عن أعراض اكتئاب، فاحنا أي شوية زعل بنسميه اكتئاب. بالظبط. وبلدين احنا برضه، خلي بالك. حتة المسمى بالظبط، حتة احنا بنسمي الحاجة ايه، وده بيأثر علينا. لو أنا طول الوقت بقول أنا عندي اكتئاب، أنا عندي اكتئاب، ما هو ده احنا بنبتدي نصدق. فالأفرميشن الطريقه اللي بنكلم تأكدنا على نفسنا. أيوة. في المعلومه، الطريقه اللي بنكلم بيها نفسنا دي مهمه جدا. طيب المشاعر بتولد من ايه؟ من افكارنا. فانا فكرتي برضو عن الموقف ده ايه؟ لو انا فضلت عايشه مثلا دور ضحيه، ما انا على طول مظلومه، ما انا على طول ده طاقته واطيه جدا. لو نتكلم في الطاقه برضو، ما ده التردد الطاقي للمشاعر السلبيه دي بيبقى واطي جدا. وزي هل في اليوجا بتكافحوا ده؟ يعني طبعا بتحطوا مشاعر بوزيتيف اكتر من النيجاتيف اللي عندنا بكتير؟ هي بتبتدي بمراقبه المشاعر والافكار في المديتيشن. لما هعرف افكاري رايحه فين وجايه منين، هبتدي اعرف مشاعري ايه. المشاعر هبتدي اربط، انا بيجي لي المشاعر دي لما بفكر في الموضوع الفلاني. هل ممكن اغير طريقه تفكيري؟ ده شغل بنعمله بقى، ده انر ورك بنعمله بعد سيشن يوجا، بس اليوجا طلعت لي بالظبط على السيرفس. اوكي. لو هنتكلم على الطاقه، فهي زي ما بيقولوا في الطاقه، في اليوجا او في علم الطاقه الحيويه، هي البوزيتيف بيجيب بوزيتيف والنيجاتيف بيجيب نيجاتيف. صح صح. فلو انا تفكيري دايما نيجاتيف، تفكيري دايما نيجاتيف، هجذب لنفسي ايه؟ الطاقه السلبيه. سلبية. طبعا. واحنا عندنا في جسمنا 72,000 مسار طاقي، ده في علم اليوجا. يا نهار ابيض، 72,000؟ 72,000 مسار طاقي، وعندنا 7 مراكز طاقه اساسيه اللي هي التشاكراز. 72,000 المسارات الطاقيه دي اسمها ناديز باللغه السنسكريتيه، والثانيه المراكز الطاقه اسمها تشاكراز. فاحنا في اليوجا الجلوس بوضع معين، ايوه، أو مسارات التنفس، ونتنفس تبتدي نفك البلوكجز، أو أي حاجة مكلكعة. أيوة. في النفسية الموجودة في بتفك مسارات الطاقة دي. طبعا ده مش بيجي من أول مرة. لا طبعا بتيجي مع الوقت، بس هي الطاقة فيها حاجتين، فيها طاقة وقتية وفيها حاجات اتخزنت في الجسم من سنين. عشان كده بنقول ده بتعمل الأمراض. بالظبط كده.
ذا بودي، بمعنى ايه؟ الجسم بيسجل مع كل موقف قابلتيه في حياتك، بيحصل تسجيل او تخزين للموقف ده في حته معينه في جسمك، وممكن يعمل بلوكج. هل احنا نفضل نبكي على لبن المسكوب ونقول احنا لا نخرج؟ فاحنا ايه؟ عايزين نخرج الحاجات دي، نحاول نخرج ده، لان الايموشنز نيجاتيف ايموشنز مينلي بتبقى ستورد في منطقه الهيبس عندنا، عشان كده بنعمل حاجه اسمها هيب اوبنر، الحركات اللي فيها تمدد بالظبط للعضلات اللي هي الهيبس والعضلات الرجلين وكده، الافخاد والاماكن دي هي دي اللي بنعمل لها تمدد. الحاجه الثانيه بقى هو طاقتي انا دلوقتي حالا، اللي احنا قلنا هي بتيجي عن طريق ايه؟ عن طريق مشاعري اللي هي جايه عن طريق افكاري. فدايما نحاول نفكر، نشوف ازاي ممكن نفكر بطريقه ايجابيه، ما نفكرش لقدام ونقلق على حاجات لسه ما حصلتش، لان 90% منها هتكون مش حقيقيه ومش هتحصل اصلا. صحيح. يعني اعتقد قلنا كل النقاط لليوجا العلاجيه، ويا جماعه اليوجا دي سعاده بجد. وفي نهاية الفقرة، لأن وقتي خلص للأسف، عندي أسئلة كتير، لكن بشكر مع حضراتكم مدربة وخبيرة اليوجا المعتمدة دوليا رانيا زيان. شكرا رانيا، وإن شاء الله ما تكونش آخر مرة نتقابل، نتقابل على طول، والمرة الجاية بقى تعالي نعمل يوجا مع بعض في الاستوديو إن شاء الله. يا ريت، يلا بينا، بس بالراحة وحبة حبة عليا في البوزار المرة الجاية إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. احنا لسه مع كل ما هو طبيعي بعد الفاصل، خليكم معنا.